إذن كنقول لكم مرحبا بكم في هذه الحلقة، ومرحبا جميع الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نناقشوا فيها مجموعة من المواضيع الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي. هنا الأمر الإخوة الكرام يتعلق في هذه الحلقة بمجموعة من المواضيع الخطيرة. والأمر والموضوع الأول غادي نبداو من القضية ديال الممثل هاشم البسطاوي اللي كنا كنتفاداو بشكل اللي هو كبير جدا أننا نناقشوا الموضوع ديالو، ولكن اليوم الموضوع بان بأنه فات جميع الحدود ووصل اليوم الأمر لتكفير ممثلة مغربية. وهنا كنتكلموا حينما كنتكلموا حول هاشم البسطاوي كنتكلموا على واحد الشخص اللي كان داخل المجال الفني، عنده متابعين بالآلاف، عنده ناس اللي كيتصنتوا ليه. فجأة شافوا جميع المغاربة بأنه دخل فجأة لذاك الإسلام، ماشي الإسلام العادي لكن ذاك الإسلام التشددي المتزمت. حنا طبيعة الحال مدام أننا مغاربة كنحترموا الرأي والرأي الآخر، كنحترموا الاختلاف، احترمنا الاختلاف ديالو، قلنا الله يسر ليه في اللي فيها الخير، المهم هو أنه يكون مرتاح. ولكن تبين بأن السيد لا يحترم الاختلاف ديال الآخرين معه. الناس احترموا حينما بغى ينتقل من واحد المرحلة لمرحلة أخرى، ولكن هو لم يحترم ذلك. وشفناه مباشرة بعد ما دخل النوع ديال الإسلام اللي كنتكلموا عليه بدأ في التهجم على شخصيات اللي هي عمومية، واليوم غادي نتكلموا كيفاش تهجم أو قام بتكفير ممثلة مغربية. أن الأمر ديال التكفير الإخوة الكرام أمر مرفوض وغير مقبول في جميع المجتمعات، وأمر نهى عليه الدين الإسلامي. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعايش مع جميع الديانات، كان يتعايش مع اليهود، كان يتعايش مع النصارى، كان يتعايش مع الملحدين. والدين ديالنا ما كانش دين ديال أننا نتهجموا على الآخر أو ندخلوا في الاختلاف ديالنا مع الآخر. الدين ديالنا العنوان ديالو لكم دينكم ولي دين. ولكن السيد للأسف تبين له بأن باش يقتنع بأنه على الدين الحق، بأنه على الطريق الصحيح، وجب أنه يهاجم أشخاص آخرين. احنا للأسف هذا الموضوع كيف ما غادي نرجع وغادي نعاود نقوله، كنا لا نتمنى أننا نناقشه بحكم المكانة ديال الأب ديالو السيد البسطاوي رحمه الله. كنا دائما كنتفاداو أننا ندخلوا في هذا النقاش احتراما للأب ديالو والمكانة ديال الأب ديالو. وربما حتى الدولة المغربية اللي كنشوفوها حاليا ساكتة على مثل التصرفات، ربما كتشوف وجه الأب ديالو اللي قدم الكثير للمجال الفني. ولكن اليوم للأسف اضطرينا أننا نخرجوا ونتكلموا على هذه الأمور، لأن هذا الشيء تجاوز جميع الحدود. لأن اليوم الدولة المغربية بدلات مجهودات اللي هي كبيرة وقطعت أشواط اللي هي طويلة جدا في مجال ديال محاربة التطرف وهذا الإسلام التشددي والمتزمت والظاهرة ديال التهجم على الآخر. فهذه المجهودات ديال الدولة كلها هي كتنتهي في آخر المطاف، كنشوفوا شخص اللي كيخرج من المجال الفني عنده متابعين بالآلاف واللي كيقوم بالعملية ديال تكفير عباد الله على سطوريات بمواقع التواصل الاجتماعي، وكيعطي واحد المثل اللي هو سيء للشباب. وممكن شباب آخرين يشوفوا بأن هذا الشخص باش أنهم تما يكونوا متدينين، الناس اللي ما فاهمينش للأسف باش يكون تما متدين لازم أنه يتجمع على الفنانة فلانية وعلى الشخصية فلانية. وهذه السيدة اللي تم تكفيرها لا لشيء، فقط لأنها لابسة اللباس ديال البحر العادي. وأنا اليوم غادي نوريكم الصورة، يعني اللباس اللي كنشوفوه في الشواطئ المغربية كاملة. اليوم هذه المسألة غادي تعطيه الحق أنه يقوم بالتكفير ديال الأشخاص فقط لأنك ربما ما كتلبش الحجاب، ما ديرش ربما النقاب أو لا شيء من هذا القبيل. يمكن أن يتم تكفيرك ولو أنك تكون كتأدي الصلوات الخمس وكتآمن بالله وكل هذه الأمور، ممكن ترجع في رحمة هؤلاء وهما كيحدوا المقياس ديال الإيمان ديالك للأسف. خلينا الإخوة الكرام نشوفوا هذا السيد بعد ما تهجم على هذه الممثلة أسماء الخمليشي وقال بأنها كتأدي مجموعة من الأدوار مخلة بالحياء وكل هذه الأمور، وبأن اللباس ديالها ما اللباس ديالها دخلها في أمور اللي خاصة، وبأن كاين المسألة ديال الإلحاد والريحة ديال الإلحاد في هؤلاء، دخل يعني في أمور اللي خاصة اللي حتى الدين نهى عن مثل هاد التصرفات. السيدة خرجت في برنامج ديال مومو إيت غاديو قالت بأن اللي كيستفزوا الملابس ديالي فهو إنسان اللي هو مكبوت، فخرج ورد عليها بالمسألة ديال التكفير. نشوفوا الإخوة الكرام سطوريات قبل أن نستمر، لأن المسألة إذا كانت بالصورة غادي تكون أفضل. الصورة هي اللي كتظهر عبر الشاشة. كيقول إلى ديرون جاك اللبس ديالي هذاك سميتو كبت أنت مكبوت، يعني هذا الكلام ديال أسماء الخمليشي اللي قالت في البرنامج ديال غاديو. هو شنو يرد عليها؟ قال بحكم أنني قررت غنبقى عاطية غير الأضواء هاد الأيام، كنقترح على هذيك الممثلة اللي حاشا واش شي نهار قالت شي حوار وهي حاسة به.
جواب آخر كان خاصة تجاوب به مديع الراديو فيه التقصديرة التي تبحث عنها. وفيها الصراحة أنا كان مشي بلا حوايج للبحر، أنا كان لبس المايو حيت ما كان آمنش بالقرآن. هنا غادي يجيب آية قرآنية وغادي يقول علاش تال هالدرجة كتخافوا من الشعب المغربي يعرفكم ملاحدة. وهذه رسالة لقاع الناس اللي في الميدان واللي هما ملحدين، علاش كتخافوا تقولوا حنا ملحدين علاش الأعذار والاعتذار. ويضيف في نفس طوري أصاحبي غادي تموت ما أنت عبرتي على رأيك واعتقادك، ما أنت آمنتي بخالق الكون جل جلاله. هنا الإخوة الكرام شو شنو كيقول يعني بأن هاد الناس هادو ملاحدة، باش أنك تنعت الإنسان بالإلحاد أو لأنك ترمي عليه الإلحاد هو لم يعلن على ذلك، حتى وإن كان بالفعل ولم يعلن على ذلك فهذا أمر اللي هو خطير. هادشي كيدخل في الباب ديال التكفير. وهاد السيدة اللي هو كيكفر لم تعلن عن إلحادها يوما من الأيام، فهو كيقول أنت ملحدة ما بغيتيش أنك تقوليها. وشوفوا هنا المسألة الطريقة ديال التهجم، كيف يستغل آيات قرآنية وكيف يستغل مظهر دياله هو كإنسان اللي هو متأسلم وكل هذه الأمور ويتهجم على سيدة وكيدخل إطار التكفير واللي ممكن أن يعرض الحياة دياله للخطر من بعض المتطرفين في الشارع العام، واللي ممكن تكون الحياة ديال السيدة دي في خطر. كما أنه يؤكد في الكلام ديالو كيقول بحكم أنني قررت غنبقى عاطيها الأضواء، هو كيقول بأن قرر أنه يبقى في هذه المسألة ديال أنه يبقى تحت الأضواء، يعني هنا بمعنى أنه يستغل الشهرة ديالو أو للمشاهدة ديالو من أجل نشر ظاهرة ديال التطرف. نمشيو للصورة الثانية. هنا في الصورة الثانية كيقول سلاح الملحدين فوكونت، يقول يعني كيقصد بأن الملحدين كيديروا فوكونت باش كيتهجموا عليه، ما كيقدروش يبانوا بوجههم، يعني كيتخباو. وحتى إن كان هؤلاء بصح أنهم ملحدين وهم مخبين احترام الديانات الأخرى، إذا افترضنا مثلا هاد أسماء الخمليشي أو لغيره أو لأي شخص آخر أنت اتهمتيه بهذه المسألة ديال الإلحاد، هو كيخبي هذا الإلحاد احتراما للديانات الأخرى، احتراما اللي معتنق المسيحية، احتراما اللي معتنق اليهودية، احتراما اللي معتنق الإسلام، ما باغيش يأثر على الديانة، فهو كيحترم الديانات. تجي أنت تخرجوا العلن بهالطريقة هذه سواء كان كذلك أو لم يكن، تعرض الحياة ديالو للخطر، بل والأكثر من ذلك كتدخلو في واحد المسألة اللي هي خاصة اللي غير بينه وبين الله، بل حتى الله عطاه الحق في القرآن في الحرية ديال الدين. تجي انت تدخل في هذه الحرية باسم الشهرة وباسم أنك دخلتي للدين، تولي الناس اليوم كتعيش تحت الرحمة ديال هؤلاء في واحد الصمت ديال الدولة اللي هو رهيب، اللي احنا قلنا بأن الدولة قطعت الأشواط اللي هي طويلة في محاربة هذه الظواهر. وكيقول فوكونت يقول دير لك شي حاجة تنفعك وخلي عليك الميدان ولا باقي غتبان. نعم باقي باغي نبان، غير هو قبل كنت كنبان بالشخصيات ودابا باغي نبان بالحق. مورق الإنسان كيف تابع لنا الله في ماذا كنا نفكر وكيفاش دايره الحرفة ديال الزريعة الكحلة، وانت أخي الملحد فرقع شي بوطة صغيرة. ويضيف كذلك هم أصحاب العلاقات الرضائية، يا صاحب العلاقة الرضائية على هذه الدرجة تهون عليك أختك، خرج من الروندة ديالك أحسن ما تخبى معنا في دين الرحمة، لا تدعي انتماءك. شوفوا معي يا إخوة الكرام كيفاش كيدخل الناس في خانة أنها ما عندهمش غير على الأزواج ديالهم، ما عندهمش غير على كأنه هو الوحيد، كتحس من خلال الكلام ديالو كأنه هو الوحيد اللي عنده غيرة على الأخت ديالو على الأم ديالو على العائلة ديالو بسبب أنه دخل الإسلام فجأة. هاد الغيرة اللي ما كانتش عنده سابقا ولات عنده حينما دخل الإسلام، وهادشي اللي كنحسو من خلال السطوريات ديالو، حنا نتكلم حسب المضمون اللي هو كينشر. ويضيف كيدخل هاد الناس هادو اللي هو كينتقدهم في إطار ديال أنهم يطالبون بالعلاقات الرضائية وبأن ما عندهمش الغيرة ما عندهمش الإحساس وبأنهم كيتخباو معنا في الدين، وهو جاء كثارس شجاع باش أنه يفضحهم ويخرجهم من دائرة ويبينهم للرأي العام على أساس أنهم ملاحدة. شوفوا معايا الإخوة الكرام الصورة، نعطيكم غير بين اللباس اللي هاد السيدة هذا كينتقد اللي خلاته ينتقد هاد الممثلة، اللباس اللي حنا كنشوفوه في الشواطئ المغربية بشكل اللي هو معتاد، هذا هو اللباس اللي غادي يخلي هاد السيدة هذا يوصل لدرجة تكفير هاد السيدة هذه ويخرجها من الملة. راه كاينين الناس كيلبسوا ما عارف كيفاش كيلبسوا، ولكن ما غاديش تقدر توصلهم لا في الصدقة لا في الصلاة لا في مجموعة من الأمور ويقدروا يكونوا أقرب إلى الله منك نتايا. والأحاديث النبوية راه ممكن تذكرك في مجموعة من النساء اللي كانوا خارجين الطريق آخر المطاف كانوا أقرب إلى الله أكثر من أي شخص آخر يدعي التقوى ويدعي القرب لله، ومجموعة من الأمور اللي اليوم كيحكم على إنسانة من خلال لباس ديالها وصل أنه إنعتها ما كيناش غيرها مجموعة من الأمور، أصحاب العلاقة الرضائية
تكفير وما الى ذلك من امور اللي كيعاقب عليها القانون. وحنا كنقولوا للاسف درنا بوجهل الاب ديالو كم من مره وحبسنا ما كناش كنبغيو، حتى الانتقاد كنا كنعتبروه خط احمر فقط ملي كنتفكروا الاب ديالو، كنا كنقولوا لا داك السيد الاب ديالو قدم للمجال الفني الكثير فما خصش اننا نتكلموا. ولكن اليوم تبين بان اذا ما بقات الامور على ما هو عليه ربما غادي تولي فوضى في المغرب. لانها واليوم انا كنتكلم معكم البث المباشر دايرو وكنشوف مجموعه من التعليقات اللي ربما كيف ما كنقولوا عنده ناس اللي هما تابعينه في الفكر ديالو، وهنا هذا امر خطير جدا اللي كما قلت ممكن يمس بالامن والامان ديال الدوله المغربيه، واللي ممكن ينشر الفوضى، واللي ممكن مجموعه من الاشخاص ينهجوا هذا النهج اللي هو عليه ويتهجموا على مجموعه من الاشخاص باسم التطرف. فاليوم الجهات المعنيه او الجهات المختصه راه خصها دير خدمتها، وهذا الشخص راه خصو يتفكر في راسه. حتى اذا لم تقم الجهات المعنيه بخدمتها وغطات عينيها، هذا الشخص هذا راه خصو يتفكر في راسه وينشغل براسه. واذا ما كان يريد الاهتمام بعيوب بالعيوب بشكل عام، يهتم بالعيوب ديالو قبل الاهتمام بعيوب الناس. اذا الاخوه الكرام الان نرجعوا للقضيه ديال ابراهيم سعدون اللي يطلبون على كثير من المغاربه. القضيه ديال ابراهيم سعدون الاخوه الكرام اللي شفناه بانه كيفاش تحكم عليه في المنطقه ديال دونيتسك بالاعدام بحكم المشاركه ديالو في الحرب الاوكرانيه الروسيه، وكيف تم اعتباره على اساس انه مرتزق حاربه الى جانب القوات الاوكرانيه، واللي بانت مجموعه من المستجدات من بين هذه المستجدات الشهاده ديال الصديقه ديالو اللي كتاكد بانه ينتمي للقوات العسكريه الاوكرانيه وكان ينتمي لها بشكل اللي هو رسمي، وكانت عنده رغبه كبيره جدا يعني في الماضي انه ينتمي للعسكر الاوكراني، وانتمى ليه في اخر المطاف، والقتال ديالو كان قتال بشكل رسمي الجانب الأوكراني وما كانش على شكل مرتزقة اللي اعتمد عليه الجانب الانفصالي باش أنه يصدر واحد الحكم ديال الإعدام. واللي شفنا كما قلنا الإخوة الكرام بأنه اللي شفنا كيفاش أن رئيس مجلس الدوما يعلق على قضية إبراهيم سعدون، أن رئيس مجلس الدوما بحال اللي كنتكلموا على رئيس مجلس الشيوخ ديال روسيا اللي خرج وقال بأنه يستحق الإعدام. قال رئيس مجلس الدوما الروسي اليوم الخميس إن المغرب إبراهيم سعدون والبريطانيين المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الانفصالية الواقعة شرق أوكرانيا والموالية لموسكو يستحقون الموت. هناك تشوف يعني ما كيناش الرحمة في التصريحات من الجانب الروسي، يعني تل حكم تم تأييده من الجانب الروسي بقوة. وزعم رئيس مجلس الدوما إن عقوبة الإعدام هي العقوبة التي يستحقها هؤلاء الفاشيون، مستخدمين المصطلحات التي استخدمها الرئيس فلاديمير بوتين لتبرير غزو روسيا لأوكرانيا. وبحسب صحيفة موسكو تايمز فقد تحدث رئيس مجلس الدوما بعد أسبوع من حكم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بالإعدام على بريطانيين اثنين والمغرب إبراهيم سعدون بتهمة القتال بجانب القوات الأوكرانية. وشفنا الإخوة الكرام كيفاش غادي يخرج الناطق الرسمي في هذه الأثناء، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اللي تطرق لهذا الموضوع هذا، وقال بأنه عقب المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد يوم أمس الخميس لقضية إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام رميا بالرصاص من طرف انفصالي إقليم دونيتسك بعد أسره في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، بيتس نفى وجود أي معطيات جديدة بخصوص إبراهيم مؤكدا أن ما صرحت به السفارة المغربية بكييف يبقى المعطى الوحيد الثابت، مما يعني تزكيته لكون المملكة تعتبر أن سعدون الحامل للجنسية الأوكرانية التحق بالجيش الأوكراني بمحض إرادته. أنا الإخوة الكرام كتبقى إلى هذه الأثناء كنشوفوا تأييد روسي كبير في الموضوع اللي باغين يستغلوا هذه القضية ديال الحكم على هؤلاء بالإعدام بما فيهم المغربي والبريطانيين اللي باغين يستغلوها كورقة ضغط من أجل أهداف سياسية معينة طبيعة الحال اللي في العقل ديال روسيا في هذه الأثناء واللي باغين يستغلوا. أما المسألة ديال الحكم وتنفيذ الحكم ديال الإعدام في حق هؤلاء، احنا قلنا بأن ما غادي تكون تشي فائدة من مراد تنفيذ الحكم آخر المطاف، ولكن الحكم بهذه القساوة بهذه الدرجة والترتيب لهذا الحكم مراشي أهداف سياسية معينة اللي كتجري من مراها روسيا. كذلك الإخوة الكرام غادي نمشيو نتكلموا حول موضوع الجمارك اللي خرجوا قانون جديد ليمنع، ماشي يمنع بل سيتم تطبيق مجموعة من الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع اللي كتدخل من الصين.
وهنا الأمر يتعلق بالتجارة الإلكترونية اللي كنشطوا فيها مجموعة من المغاربة واللي خلقات هالتجارة الإلكترونية فرص شغل كتقدر بمئات الآلاف بالمغرب، واللي مجموعة من المواطنين كيستوردوا مجموعة من السلع عبر مواقع الصينية واللي كيجيبوا وكيعاودوا فيها البيع، واللي نحن نعلم كيفاش أن فرص الشغل قلت بواحد الشكل كبير في المغرب، خصوصا ملي دخلنا في الأزمة ديال كورونا كيفاش أن الفرص ديال الشغل والأرقام تحطمات داخل الدائرة بواحد الشكل كبير. الخطط الاستعجالية ديال الدولة كانت كلها فاشلة، الخطط الاستعجالية لخلق فرص الشغل ما كانش كافية، ما كانش كما كان هو مرتقبا ومطلوبا على أرض الواقع باش أنه يكون من أجل إنقاذ الشباب من جحيم البطالة. فهنا الشباب تحركوا من محض إرادتهم ومن تفكيرهم ومن إبداعهم باش أنهم يلقوا العمل ولقوا العمل وخلقوا مئات الألاف من فرص الشغل بهذا المجال ديال التجارة الإلكترونية. عيالات، شباب في مقتبل العمر، ناس اللي هما كبار، دكاترة، ناس اللي محصلين على الماستر، ناس اللي محصلين على إجازات وما خدامينش، أصحاب الشواهد العليا كذلك، اللي ماشي بإمكان الدولة بأي حال من الأحوال أنها تقوم بتوظيف هؤلاء، واللي اليوم الأولى أن هؤلاء اليوم يكونوا معتصمين أمام البرلمان والذين شي احتجاجات. فهؤلاء اليوم ما فضلوش أنهم يمشيوا للاحتجاج أو لأنهم يطالبوا الدولة بتشغيل ديالهم، فضلوا أنهم يخدموا راسهم براسهم، لقوا هذا الباب. الدولة مطالبة في هذا الأثناء، في الوقت اللي كنهضروا معكم ديال ارتفاع الأسعار ديال المحروقات، ارتفاع الأسعار ديال البنزين بشكل عام، الخدمة اللي ما كيناش في ظل هالظروف ديال الكورونا والإغلاق اللي كنعرفوه، الدولة هي مطالبة حاليا بأنها تقوم بتطبيق مجموعة من الخطط الاستعجالية اللي تخلق فيها فرص ديال الشغل، واللي تنقذ الشباب، واللي تنقذ ما يمكن إنقاذه، واللي تقدر تنقذ مجموعة من الشركات من حفرة الإفلاس. للأسف كنشوفوا بأن الحكومة حاليا ما غداش في هذه الخطة الاستعجالية، بالعكس الخطة الاستعجالية اللي عندها حاليا بهادشي اللي كتقوم به غادي تقوم بتدمير، وهادشي متفق عليه تا سيبيتاس أو الناطق باسم الحكومة ولا أي واحد يقدر يتفق معي في هذا الكلام. هذه القضية ديال الرسوم الجمركية اللي هما كيتكلموا عليها أو الديوانة ستدمر مئات الآلاف من فرص الشغل ضربة واحدة، يعني بشكل اللي هو مباشر غادي يطيحوا مجموعة من فرص الشغل، وبزاف ديال الناس أصحاب الشواهد العليا اليوم غادي يعانيوا من شبح البطالة. اليوم كنسألوا الدولة السؤال ديالنا هو سؤال مباشر، كيفاش الدولة غادي تتعامل بعد تطبيق هاد الرسوم الجمركية ديال الديوانة اللي الناس ما غاديش يبقى عندها هامش الربح في السلع اللي كانت كتجيب من الصين، هاد السلع اللي كانت خلقة فرص ديال الشغل بمئات الآلاف، والرقم هو مضبوط كنقول بمئات الآلاف كنعاودها كنقولها. كيفاش الدولة، هذا سؤال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم خصو يجاوبنا على السؤال، كيفاش الدولة غادي تتعامل مع هاد المئات الآلاف من فرص الشغل اللي غادي يطيحوا دقة واحدة؟ هذا السؤال رقم واحد. السؤال رقم جوج، مني كنقولوا حنايا بأن لحق راه حنايا خصنا مثلا أننا نطبقوا هاد مجموعة من الرسوم الجمركية، لأن هادشي هذا كيضر أول حاجة بالمنتوج الداخلي المغربي، وتاني حاجة هو كيخرج لنا مجموعة من العملة الصعبة اللي كتخرج واللي الدولة ما كتستافدش منها. السؤال اللي مطروح على السي بيتاس اللي كنتمناو، لأنه بحكم هو الناطق الرسمي باسم الحكومة، واش الدولة دارت شي مجهودات باش أن اليوم المنتوج المغربي يولي ينافس المنتوج الصيني؟ واش اليوم المنتوج الصيني اليوم خلاه المغاربة لأن بغاو يخليه المغاربة ومشاو للمنتوج الصيني، أو لأن هناك فرق في الجودة وكاين فرق في الثمن؟ ملي كنمشيو للمنتوج الصيني كنلقاو الجودة وكنلقاو الثمن طايح، ملي كنمشيو عند المنتوج المغربي كنلقاو الثمن مرتفع والجودة هابطة. هذه ماشي القاعدة العامة، ولكن هادشي الغالبية هو اللي كيفسر في آخر المطاف كيفاش الناس اتجهوا للصين. واش الدولة المغربية دارت مجهودات في هذا الإطار؟ زيد على ذلك ملي كنتكلموا اليوم كيقول لك بأن المسألة ديال العملة الصعبة وبأن مجموعة من الشركات المغربية متضررة، حنا ما كرهناش بأن المنتوجات هي تكون منتوجات مغربية واللي تخدم هاد الناس في التجارة الإلكترونية، حنا بالعكس نشجع على المنتوج المغربي كنقولوا مليون في المية. ولكن السؤال اللي مطروح مرة أخرى على الحكومة، واش المنتوج المغربي غادي يقدر أنه ينعش لنا هاد الفرص ديال الشغل اللي كنتكلموا عليها؟ لا أظن ذلك، والمسألة باليقين. السؤال الآخر اللي كنطرحه على الحكومة واللي من المفروض على سي بيتاس أنه يجاوب، واش هاد القرارات اللي كتاخدو ديال تطبيق
الرسوم الجمركيه في هذا الوقيت اللي كيدوز منها العالم ديال ارتفاع اسعار الغازوال ديال فرص الشغل اللي كتمشي من السوق ديال الاغلاق اللي كاين. يعني فرص الشغل كطيح خصنا نديروا شي مجهود باش اننا نرجعوها. اليوم كنحطموها بهذا القرار. واش التوقيت ديال هذا القرار رغم اننا نقدروا نتفقوا معاه؟ الحكومه الا طبقت 100% من الرسوم الجمركيه حنا نقولوا لا 300% ماشي غير 100%، ولكن التوقيت واش التوقيت كان موفقا؟ فالتوقيت اللي كان مروا منه حنايا واش التوقيت كان جد موفق؟ انا عيقول لي لا راه بحكم ان المشكل هو مشكل ديال العمله صعبه غادي نقول لك واش درتي شي حل للناس اللي غادي يموتوا فيما بعد واسر اللي غادي تشرد. ما هو الحل؟ غتسولني انا ما هو الحل؟ انا ماشي وزير او شيء من هذا القبيل اتقاضى اجرا والشعب مصوت عليا ومكلفني بهذه المهام. الحل راه هما اللي مطالبين بوضع الحل، لان هما اللي كياخذوا القرارات في اخر المطاف. ومن كياخذوا القرارات راه ما تشاوروا مع حتى شي حد، خداو القرارات ديال تطبيق الرسوم الجمركيه. اذا خصهم يلقاو حل اللي هو يوازي هذا القرار. شنو هو الحل الذي سينقذ هاد مئات الالاف من المغاربه مع هاد الشبح ديال البطاله؟ انا الاسئله كتبقى طبعا مطروحه. نسمعوا الاخوه الكرام التصريح ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه في هذا الباب ثم نعود. الهدف منه اليوم هو اننا نقننوا، لانه سابقا شنو كان؟ كان 1250 درهم. هي 1250 درهم تعفى منها، يعفى من التيفيا ومن الديوانه الى غير ذلك. لكن شنو اللي ظهر؟ اللي ظهر هو انه هذا الموضوع بدا كياخذ واحد المجموعه ديال، لو كان الموضوع يقتصر فقط على الاشخاص ما هذا لا يطرح مشكلا، لكن الان اصبح الموضوع فيه واحد المجموعه ديال الممارسات التدليسيه، بمعنى انه يتم السعر حينما يتجاوز 1250 درهم يتم تجزئه باش يكون اقل من 1250 درهم، وباش باش ما يديو حتى حاجه للميزانيه ديال هو كيقول. يعني بحكم ان الضريبه كانت القانون ديال القديم، الا شريتي فوق 1250 درهم كتخلص الضريبه. هنا الناس الله يحسن العوان كانت كتقسم يعني لي كوموند باش كتجي اقل من 1250 درهم باش ان يكون هناك واحد النوع ديال التهرب الضريبي. اول سؤال كان خصك تطرح السي بيتاس، هو شنو اللي خلى هاد الناس يوصلوا لهاد الدرجه؟ لان ملي كنتكلم على واحد الشعب كيقسم لي كوموند بهاد الطريقه باش يكون عنده تهرب ضريبي جماعي بهاد الطريقه اللي خلات اليوم الناطق الرسمي باسم الحكومه يشير لهاد المساله، يعني راه كاين واحد ناقوس الخطر يدق في هذه الاثناء. الناس راه مقصحه وكتقلب على هامش الربح. يعني الناس راه في الاصل ديالها كتجيب داك السلعه من الصين وبالكاد كتربح فيها شي حاجه قليله، كتسنى ديك السلعه شوف واش توصلها، شوف واش ما توصلهاش، شوف الوضع ديال ديك السلعه كيفاش كيوصل، واش في واحد الوضع جيد واحد الحاله اللي هي جيده او لا، ومجموعه من الامور، وشوف واش غادي تلقى داك هامش الربح ولا ما تلقاش. هنا الدليل هو الكلام ديالكم اللي كتقولوا بان الناس ما بغاش تخلص الضريبه. ولو كان هاد الناس عندهم هامش ربح اللي هو كبير، لو كان خلصوا الضريبه ما كانوش غادي يديروا هاد المساله بطريقه اللي هي جماعيه. يعني المساله ديال ان اليوم كنجيو نطبقوا هذا القانون، فاحنا سدينا عليهم الباب. الباب اليوم اصبح مغلق. العيب ما كاينش في هذا القرار، انا كنشوف هذا القرار يقدر يكون صائب، ولكن اللي كنشوف خصو يكون ما هو الحل. الحل لان القرار اتخذ نعم، ولكن ما هي الحلول البديله؟ هذا هو السؤال. واش الحلول البديله غادي تكون كفيله بان ترجع يعني الصيروره ديال هذا العمل ديال التجاره الالكترونيه انها تمشي، وبزاف ديال الاسر ما غاديش تشرد؟ هذا هو السؤال اللي خصو يتجاوب. اما الاعلان على قرار فضفاض هذا كيكون غير نتيجه ديال واحد العمل جبار اللي نقدروا نكونوا اننا درناه. وصلنا في اخر المطاف اننا شنو درنا لكم كحل وهالقرار اللي غادي ناخذه، ماشي نعطيو القرار ونسدوا الابواب ونقولوا ما كاينش حل. للاسف هادشي اللي غنسمعوا من الناطق الرسمي. ايضا هذا الموضوع اليوم اصبح يضر بالتجاره المحليه، يضر بالصناعه المحليه، فبالتالي كان من الواجب التقنين ديالو عبر هذه الاجراءات. امتى غيبدا هذا المرسوم؟ غادي يبدا نهار 1 يوليوز من هذه السنه، بمعنى كاع المقتنيات التي اقتناها المواطنون قبل من 1 يوليوز راه لا يطبق عليها هذا الاجراء، بمعنى يطبق عليها ما كان ساريا قبل تطبيق هذا الاجراء، وبالتالي من حقهم يمشيو ويستردوا هاد المشتريات ديالهم بكل 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 سهوله. الارقام اللي بدات كتظهرها هاد العمليه هذه راه تقريبا واحد الشيفر دافير في سنه 2021 ديال 1 مليار درهم، مليار ديال الدرهم اللي كان
يعني في هذا التجاره من هذا النوع. هاد السنه هذه المؤشرات كتكلم على 2 مليار ديال الدرهم. اذا واحد المجموعه ديال الموارد اللي كانت عند الدوله واللي كانت غادي تستافد. ملي كنتكلموا على الاخوه الكرام كيقول بان 2 مليار ديال الدرهم هي هو الراس مال اللي خرجوا هاد الشباب هذا باش انهم كيشريوا السلعه على برا. وهذا السؤال البسيط اللي كيتطرح هنا الاخوه الكرام، علاش ما تكلمش حول مجموعه من التقارير الرسميه اللي كتكلم حول الناس اللي كيشتغلوا عبر الانترنت واللي كيدخلوا عمله صعبه؟ علاش ما تكلمش شحال مليار ديال الدرهم كتدخل المغرب يعني بفضل هؤلاء اللي كيتعتبروا بانهم ناس كيشتغلوا وكيخدموا البلاد وكيدخلوا عمله صعبه مجانيه للبلاد؟ الناس اللي كتشتغل في اليوتيوب، الناس اللي كتشتغل في مجموعه من المواقع واللي كيدخلوا عمله صعبه، فهذه بهذيك. زائد على ملي كنقولوا بان مليار ديال الدرهم ولا 2 مليار ديال الدرهم، ما نشوفوهاش بحجم انها فلوس خرجت من البلاد، نشوفوها شحال ديال الناس خدمات. يعني هاد مليار ديال الدرهم تقدر تكون انها مبلغ اداته الدوله باش انها خلقات فرص ديال الشغل بطريقه اللي هي مباشره، خلقات فرص ديال الشغل وبزاف ديال الناس ديال حاملي الشواهد العليا حاليا راهم خدامين وهازين اسر واسر. راه كأنا كنشوف ديك المليار ديال الدرهم اولا كنشوف ديك 2 مليار ديال الدرهم بهاد الطريقه. ونقول العيب ليس في اتخاذ القرار ديال الديوان، المسألة تقدر تكون عادية، ولكن ما هو الحل الموازي لكل هذه القرارات؟ وإلا ما كان حتى شي حل، راه هذه القرارات هي في آخر المطاف هي فارغة، والناس اللي خدوها يعني أنا كنقول في حالة ما، إذا ما كان حتى شي حل اللي هو جانبي، حنا مازال ما عرفناش، ولكن هذه القرارات راه مبنية على باطل. من هالميزانية ديال الدولة لم يتم يعني لم يتم يعني استغلالها. إذن كما سمعتوا معنا الإخوة الكرام، هذه هي آخر الأخبار اللي كتروج في مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى الإخوة الكرام أنكم تكونوا استمتعتوا بالنقاش معنا. ما تنسوش أنكم تبارطاجي وديروا لنا لايك، تشاركوا معنا في القناة، كاينين بزاف الناس ما مشتركينش. نتلاقوا في حلقة مقبلة وإلى اللقاء.